أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة مع فراس طلاس نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس. نلتقي اليوم لنفتح عددا من المواضيع غير المعلنة، ومن بين هذه المواضيع قد تكون سرية وتكشف للمرة الأولى، حول عقود من السياسة داخل منزل اجتمع كبار السياسيين أكانوا سوريين أو لبنانيين أو حتى إقليميين داخل جدرانه أو في مكاتبه أو حتى على موائد الطعام. تربى أبناء مصطفى طلاس مع مختلف مجالات اختصاصهم على قوت السياسة اليومي، وسيد فراس هو نجله الأكبر، هو رجل أعمال كما هو معلوم، وهو أيضا نضيف إلى كل ذلك أنه عاشق للسياسة، وهذا ما لمسته منه شخصيا خلال جلسات سابقة كان لنا دردشات خاصة مرتبطة طبعا بالسياسة والمنطقة. في هذه المقابلة التي تتزامن مع الثورة السورية التي دخلت عامها 11، سوف نحاول أن نجيب على مجموعة من الأسئلة مرتبطة بنظام آل الأسد وبقاء بشار الأسد على رأس هذا النظام بعد كل ما سبق من نقاط مفصلية، وتوقع كثيرون طبعا أنها ستكون نهاية له وصفحة جديدة مشرقة في تاريخ سوريا الحديث ومستقبل سوريا. سوف نبحث مع ضيفنا أيضا قضية داعش وارتباطاتها، كما ملف لفاج الذي ارتبط اسم فراس طلاس به، إضافة طبعا لدور حزب الله في سوريا ولبنان، كما أيضا الدور الإيراني والدور الروسي والدور التركي بسوريا، كما الاغتيالات في لبنان وفي سوريا، إضافة طبعا لمستقبل سوريا والحزب الذي أسسه فراس طلاس. كلها أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه المقابلة. مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفك تمام. أنت يا هلا. خلينا نبدأ أول شيء، كان في تقارير بالفترة الأخيرة تتحدث عن نجاح بشار الأسد بالبقاء على رأس نظامه، يعزو كثيرون هذا الموضوع طبعا للتدخل الروسي وللتدخل الإيراني وللمنظومة وتلكؤ المجتمع الدولي في إنهاء هذا النظام، ولكن بين فترة 2011 وفترة 2015 كان دور طبعا موجود للإيرانيين بسوريا، ولكن ترجم بالأرض بخسائر عسكرية ولم يكن يسيطر سوى على جزء بسيط من سوريا بشار الأسد في هذه الفترة. بعد دخول الروسي إلى سوريا تغيرت المعادلة العسكرية، ولكن هناك نقطة غير مضاء عليها، هي مرتبطة بنسيج هذا النظام، كيف نجح بالبقاء قائما بين فترة 2011 و 2015، وهذا ما سنحاول أن نجيب عليه معك لأنه أنتوا يعني جزء من هذا النظام لفترة طويلة. يعني بلا شك، لا، يلي نسج النظام هو الأب نسج النظام، جزء من النظام العالمي، الجزء الوسخ بالنظام العالمي، أنه تعوا أنا الأزعر اللي بعمل لكم كل الزعرانات اللي بدكم إياها، أنا موجود، واللي ما بده زعراناتي بتزعران عليه. يعني عمل مشاكل للأوروبيين، عمل مشاكل للأمريكان بلبنان وبالعراق، طبعا العراق الابن، عمل مشاكل بكل مكان لدول الخليج، على مبدأ أنه يا أنا أزعر بالتالي بتكون تتجنبوا زعرنتي بأنه تدعموني، يا بدي تزعران عليكم كمان. وقدر الأب ينسج علاقات، يعني ما في منظمة إرهابية بالعالم ما كانت موجودة بسوريا أو النظام السوري له علاقة فيها، اليابانيين، الطليان، المنظمات الفلسطينية اللي خلينا نسميها بواجهات وليس المنظمات الفلسطينية الحقيقية. يعني كان النظام كل ما بده يعمل عملية يخترع منظمة فلسطينية أو منظمة لبنانية، يخطف، يقتل، يعمل، وبعدين إما تختفي أو تبقى للأعمال الوسخة. نظام بارع بهالشيء، بس ما نبارع بأنه بناء حياة لشعبه، ما نبارع ببناء اقتصاد، ما نبارع ببناء سياسة، لا، بارع بالزعرنة. وقدر، والأزعر أحيانا إذا ذكي بيقدر، فبالتالي حافظ أسد أزعر ذكي، بشار الأسد أزعر غبي، بس صورة نظام منسوج، وبالتالي فك الجدائل موضوع صعب كثير كثير. ومشان هيك دائما بقول أنه النظام السوري هو خنجر سرطاني داخل بالجسد السوري، فوقت بده يطلع بده يطلع دم كثير، بس عم يطلع، ما ممكن يستمر. نعم استمر هو كرجل، استمر على قاعد على تلة اسمها تلة المهاجرين، بس هل يحكم سوريا؟ لا، يحكم القرار السوري. اسمح لي بس أقاطعك،
بقي هذا النظام بين 2011 و2015 قبل التدخل الروسي، بناء على ما تقول وكأنه لم يكن هناك، يعني كان ماسك المجتمع الدولي من إيد، توجع المجتمع الدولي بمكان ما لحتى لما كان في قرار بالتخلص. هلأ البداية طبعا ما حدث ثورة وانفجار عظيم بآذار 2011، وارتبك النظام بشكل هائل. الدول الكبرى بلشت تطلع انه والله نحن كيف ممكن نستفيد من المشهد، خاصة انه جزء من المشهد هذا مخطط، مو انه والله قلب الاوضاع في المنطقة، لا، مخطط اثارة الفوضى بالمنطقة. والامريكان احيانا عنده الرؤية انه نحن بنثير الفوضى لفترة طويلة وبنشوف كيف تتشكل المنطقة لحالها، وقادرين نتدخل ونضبط بالوقت اللي بدنا اياه. هلا اللي صار باخر 2011 بعد ما كثر الحراك الشعبي وكثر اسرائيل انه مع الامريكان، وهي بشهر 9/2011 نتنياهو طلب من الامريكان النظام السوري عدونا والشعب السوري عدونا، طيب عدوينك عم يتقاتلوا؟ خليهم يتقاتلوا وتفرج عليهم. ولا نطلع نحن كل تصريحات سواء اوباما ولا كيري ولا كلينتون ولا كل التصريحات بامريكا مضبوطه عبر خليه اعلاميه، يعني بيطلع وزير الخارجيه بيكون ما بيعرف شو بده يحكي ابدا، بيقولوا له بتنسال عن سوريا هيك بتجاوب. نفس الشيء للرئيس، نفس الشيء لوزير الدفاع. ما يجري في المطبخ غير يلي بنشوفه على الإعلام. بدك تكون كتير قارئ للسياسة. ما الذي كان يجري بالمطبخ؟ كان يجري إبقاء الصراع طويلا، يعني اشتغلت خلينا نقول غرف المم والموك والتدخلات بالكل والناشطين، فوكم المجتمع الدولي كل ناشط جيد أخذوا لعنده، وترك نوعا ما الجهل، ترك حتى الفصائل العسكرية تبدأ فصيل جيد يبلشوا يشقوا الفصيل لفصيلين بعدين لأربعة بعدين لثمانية، نعطي دعم نوقف الدعم يشتغلوا فيهم مثل ما عبارة عن كيف تلعب أنت بالمسرح يعني. فبالتالي والشعب السوري شعب ما نو معود على السياسة، بنفس الوقت شعب ما معه وما توقف، يعني أنه والله أجي الدولة بنية صادقة تعوا يا سوريين أنا بدي أوقف معكم بنية صادقة، لا، كل دولة عندها مشروعها وكل دولة عندها مشروعها الذي يتعارض مع بقية الدول. فتحولوا السوريين لمجموعة أزرع لمشاريع متضاربة. ما قدرنا كلياتنا، مو أنه والله ما قدروا السوريين ونحن كنا الشاطرين وهيك بنعرف، لا، كلياتنا فشلنا بأنه نخلق شيء سوري صحيح. اشتغلنا ببعض أكثر ما نشتغل بالنظام. النظام الدولي انبسط على أنه عم نشتغل ببعض، لأنه هو صار عم يشتغل ببعض، يعني هالدولة عم تشتغل بالدولة الفلانية، وما بحب سميه طبعا، هالدولة عم تشتغل بالدولة الفلانية، دول كبار أو دول صغار بالمنطقة، والأزرع هي الأزرع السورية بالحدث السوري، لأنه الكل شعر بأنه والله لازم يكون لي دور بسوريا، لازم يكون متواجد بسوريا. طيب بعمل هالزراعة سواء عسكري أو مدني أو إغاثي أو سياسي أو أمني، كل الدول إلها، يمكن مكرينوزيا والصومال بس ما لها أزرع بسوريا للأسف. وصار المشهد إلى فوضى شاملة، والكل بيراقب الفوضى والكل بيحاول يقيم الفوضى، مشان في تقييمات أمريكية أسبوعية، تقييمات بريطانية أوروبية روسية إيرانية خليجية، كله بيحاول يقيم المشهد ويغير. بس كان يمكن أول من دخل على المشهد كانوا الإيرانيين، يعني من طبعاً. قبل كم أول شيء الإيرانيين موجودين بسوريا من قبل الثورة، في تعاون عسكري، في تعاون أمني، في تنسيق بسبب وجود حزب الله. أيام حافظ أسد كان إيران حليف، وكان يتعامل مع إيران كحليف، بس أنا يلي بمون عليه مو هو اللي بمون عليه. حافظ أسد كل الواجهات السياسية الإيرانية أغلبها كان موجود بسوريا كلاجئ سياسي، أو أغلبها هن عناصر تابعة للمخابرات السورية، سواء للعمل ضد نظام صدام حسين بالعراق أو مشان حزب الله أو الحرب العراقية الإيرانية. فبالتالي كان هذا الشيء عندهم علاقات كثير قوية معه، علاقات أمنية، علاقات عسكرية، المشاريع العسكرية الإيرانية بفترة طويلة مدعومة سوريا، على صغر سوريا وكبر إيران، لا، كانت الكلمة العليا لحافظ الأسد. يعني حتى الإيرانيين وقت اللي يشط حزب الله كان يضربوا حافظ الأسد، يضربوا عسكريا، وما يرضى لحدا يتدخل بإدارة لبنان. لي حزب الله أنا اللي بعطيه المساحة اللي لازم يأخذها. بعد حافظ الأسد تغيرت هذه العلاقة؟ بالتدريج تغيرت العلاقة. أول شيء بشار الأسد مبهور بحسن نصر الله، يعني مثل للأسف ما كثير من الشعب العربي كان مبهور بحسن نصر الله، فبشار مبهور كثير بحسن نصر الله، فبدأ
ترتخي. يعني إذا بدك إيران صارت كلمة العليا بسوريا، لأنه حسن نصر الله كلمة العليا على بشار الأسد، فبالتالي وبعدين دخل سليماني على الخط، ودخل أحمدي نجاد على الخط، مش هيك صرت تلاقي صور كثيرة لبشار وأحمدي نجاد وحسن نصر الله. هي سنة تقريبا عم نحكي 2006 2007 2008 هذا الشيء كان موجود بسوريا. يعني أحمدي نجاد بلش يظهر بالمشهد السوري كأول زعيم إيراني حطت صوره بسوريا، طبعا قبل ما هلا يمكن بسوريا كل القيادات الإيرانية من الدرجة الثانية موجودة صورها. فهون إيران داخلة على المشهد السوري، وتبلشت الثورة بسوريا. حزب الله بأوامر إيرانية دخل على الخط وبقوة وعنف من الأسبوع الثالث أو الرابع، وأنا مش لعام 2012 وعام 2013 كما أعلن. أنا على علاقة طيبة بأغلب قيادات حزب الله، ولي علاقة خاصة مع الحاج حسين خليل اللي هو المعاون السياسي للسيد، وكان لنا جلسات دائما ببيتي أو بأمكنة بالخارج أو ببيت الوالد. ووقت اللي بلشت الثورة بزورني صار بتردد أكثر وقال لي عم نسمع أنه أنت بالطرف التالي، طبعا حكينا بالفساد والاستبداد، وقال لي تحديدا أي سنة يعني أي شهر؟ بآخر شهر 3/2011 آخر شهر بآخر شهر 3/2011 وما قاله قال لي السيد شاف الرئيس سيد حسن طبعا بشار، وبشار وعده بإصلاحات عالية. وبهذيك الفترة بين 20/3 و1/4 كان بشار واعد الكل بإصلاحات عالية، يعني فاروق الشرع قال، حسين شعبان قالت، أبو وائل محمد ناصيف قال رح تتفاجأوا بالإصلاحات اللي بده يعملها بشار. وعلى ما يبدو مثل، لأنه هو بشار حدا كاذب، واعد كل قيادات العالم وبيكذب، وأعطيك آلاف الأمثلة على كذبه مع قيادات العالم، وبيكذب بدون خجل يعني. في ناس بتلاقيه صادق، ولكن هو منع من أنه يعني يتحدث بعض الأشخاص أنه بشار الأسد كان يريد أن يجعل يكون هناك إصلاحات، ولكن الحرس القديم كما يسمينه بعض السوريين منعوه من أنه. أول شيء ما في شيء اسمه حرس قديم، في حراس المصالح، هيك سميتها دائما حرس قديم، خلينا ننساها. بسوريا النظام السوري نظام الشخص الواحد، الرئيس وفقط الرئيس والكل يسمع كلامه، لا حرس قديم ولا حرس جديد. حراس المصالح إلى مصالح المخصصة اللي بتنعطى المساحة تبعها مثل ما النظام بده. فبالتالي هون بلش الانفجار. حزب الله أنه لا خلص بشار وعد بالإصلاح، فنحن بدنا ننطره، بدي منك هيك، وقال لي بالحرف الواحد، والحاج حسين موجود وحي يعني، قال لي بتمنى عليك صمت فترة بس، وإذا ما عمل إصلاح حقيقي ترى نحن رح نكون بالمظاهرات معكم ومع الناس. قال أنا ما بطلع مظاهرات بس أنا مع الناس. قال لي ونحن رح نكون مع الناس. قال لي اتفقنا على شهر. قلت له خلاص. قال بتنزل بتشوف السيد. قلت له بنزل بشوف السيد. وأنا كان لي لقاءات كثيرة مع السيد حسن. فبالتالي بعد ثلاث أسابيع شو نزلت شفته؟ شو نزلت قلت له؟ لا مع الوضع العالمي دائما كنت شوفه، الوضع الأمريكي، الوضع اللبناني، الوضع العالمي كنت شوفه بتواتر كل 3-4 أشهر مرة يعني. شو كان موقفه حسن نصر الله بهذيك الفترة مما يجري بسوريا؟ بالبداية كان مستغرب وما متوقع أنه هلأ حسن نصر الله بعد وتحط له الصورة كان موهوم بأنه لا الفساد هو فساد مفصول عن بشار الأسد، لا بشار الأسد هو أس الفساد بسوريا. فبالتالي وقت اللي بعد 3 أسابيع خبرني الحاج حسين، قال لي نلتقى بكرة بالشام. قال لي كنا بطهران وإيران بلغتنا نحن مع بشار الأسد إلى الآخر، سواء كان على حق أم على باطل. شهر 4/2011 طبعا كان 15/20/4/2011 اللي نحن اللي طهران بلغتنا كنا يعني بعد شهر فقط من الثورة السورية كنا بطهران بلغتنا إيران نحن مع بشار الأسد على حق أم على خطأ. طيب كيف ترجم هذا الدعم؟ هل ترجم ميدانيا؟ بعد 4-5 أيام اجوا خبراء بالتشويش من حزب الله، اجوا خبراء بمعرفة خلينا نسميها المتظاهرين والدس بالمتظاهرين، اجوا لانه مدربين من ايران، بتعرف ايران صار فيها بال2003 وال2009 فتدربوا بايران على كيف محاربتها ضمن الاندساس فيها، نفس الشيء ببيروت بال2007 يمكن 2008، فبالتالي عندهم خبرة واجوا وصار دائما يندسوا بالمظاهرات، يندسوا بالقنص، يندسوا بالفوضى، واشتغلوا بطريقة خلينا نقول من وجهة نظرهم صحيحة،
بس ما فيك تقول الإجرام طريقة صحيحة. للأسف حزب الله سقط بعين كل عربي وكل إنسان. ترك لي هدول الكم واحد بمناجي ومقاومجي يلي فيك تعدهم بالمئات، مانون أكثر. يعني وفق ما تقوله، حزب الله هو يطبق الأمر الذي يأتيه من إيران بغض النظر عن ما يعتقد قيادته وحتى حسن نصر طبعًا الله. طبعًا حزب الله فصيل يعني إيراني. فصيل إيراني بيحاول حسن نصر الله. أنت سمعت يعني كما تقول لي سمعت جزئتين، يعني الشيء ونقيده بأقل من 3 أسابيع من نفس المصدر ومن نفس الشخص. لا بس بكل وضوح. تمام، وقت اللي أنت بتعرف الشخص عبر سنوات وبنقاشات دائما شفافة فما بيقدر يكذب عليك. قال لي رحنا على طهران وطهران أعطيت الأمر، نحن أعطيت الأمر مو طلبت مننا، أعطيت الأمر. وفي فرق بالجملة، نحن مع بشار الأسد على حق أم على باطل وللآخر. طيب شو قدم بشار الأسد لهم، ولا ماذا رأوا ببشار الأسد يوما على أنه هني مع بشار الأسد على حق ولا قراره؟ أخذوا القرار السوري. بس القرار يعني القرار، هل قدم تنازلات بشار الأسد؟ هو عم يقدم يعني عم يقدم تنازلات متدرجة. بعدين أنت وقت اللي بتكتشف الشخص بطريقة حقيقية بتعرف أنه هذا الشخص خلاص هو اللي بيلبي لك أوامرك، فما بدك غيره يجي يعطل لك مشروعك. إيران عندها مشروع بالمنطقة، مشروعها صار واضح للكل، يمكن بال 2011 ما كان واضح للناس. وتقبل الموضوع أنه أنا أبقى رئيسا وأنت تسيطر على سوريا؟ طبعا. هذا كان ما عنده يعني بشار الأسد ما بيرضى يعطي الشعب السوري 10% إصلاحات ويبقى رئيس، بس مستعد يعطي 99.9% من البلد للإيراني والروسي أو الأمريكي أو التركي، ياخذ يلي بده ياخذ، بس خلوني رئيس بس فقط. فبالتالي كل ما القرار ينحسر، قرارات بتاخذها إيران لحالها، قرارات بتاخذها روسيا لحالها، قرارات بياخذها حزب الله لحاله، كل واحد موجود بمنطقته وعم ياخذ قراراته بشكل. طب أين بشار الأسد من كل ذلك؟ يعني اليوم هل هناك أي كلمة لبشار الأسد مما يجري بالداخل السوري؟ طبعا هو صاحب القرار، بس بيترك مثلا في مناطق لحزب الله هي لحزب الله، ما بيدخل بقى هو بقراره. يعني في مناطق لإيران ما بيدخل هو بقراره أبدا، خلص انه هالمناطق نسقوا معهم، بيعملوا اول شيء تنسيق، بعدين ايران لا بدها تنسق ولا بدها شيء، خلص استحكمت بمناطق وجودها. نفس الشيء مع الروس، يعني اول شيء كان يعطي هو القرارات ويحاول يلعب على فكره، يعني وقت يشوف كان قبل مش بال 2013 2014 يشوف ضابط اخذوه كثير الايرانيه يغيروا فجأة. بعدين لا، لأنه عاتبوا الإيرانية، صاروا يوقفوا شحنات وقود، صاروا يوقفوا، ففهم اللعبة أنه نحن سنفعل بسوريا ما نريد، أنت تبقى رئيس ومن تم عم نصرخ ومن تم. هلأ هو يكونه خبيث شو بيعتقد؟ يعني بشار الأسد بقرارة نفسه كوني بعرفه كتير منيح، شو بيعتقد هو؟ أنه أنا بخلي الإيرانيين هيك، بس إمتى ما بدي بلش أزيون بعد ما يخلصوني من مهامي. يعني هنني طالعوا لي يهدوا العالم كلياتهم، السوريين كلياتهم، بعدين يبلشوا هن يطالعوا الأمريكان عبر تفجيرات، عبر مقاومات شبه مقاومة وطنية على أساس بس ممولة من إيران، بيطلعوا الأمريكان بعد كم عملية، في علاقات خاصة بين إيران والبيدي، فبالتالي بيقدروا يفتحوا جسور بينهم وبين الأسد، بيسيطر على الشمال الشرقي، نفس الشيء بينهولوا القاعدة لأنه كمان في علاقات بين إيران والقاعدة على الشمال بالشمال الغربي، فبيرجع هو بيسيطر على كل سوريا بس عبر النفوذ الإيراني. طبعا تركيا ما بتوافق على هذا الشيء بقرارة نفسه، أنه أنا بيبقى عندي الروسي والإيراني. طيب أنا خلي الإيراني يشتغل بالروسي، لأنه إيران وروسيا حلفاء بس مو بقلب سوريا، حلفاء بشكل حلفاء مش أمريكا، بس ما نون حلفاء بقلب سوريا، لا بقلب سوريا بيماحكوا بعض، بيشتغلوا ببعض، بيعملوا عمليات على بعض على مبدأ أنه والله إيران صديقة وبالغلط، وبيعتذروا من بعض، وأحيانا ينقل ضابط أو يسجن ضابط من الطرفين، ودائما بيكتشفوا، يعني بيكتشفوا الروس انه والله اللي ضربهم من وراء هو ايرانيين، يعني ما هن، والايرانيين نفس الشيء بيكتشفوا انه والله الضربه الروسيه لا ما انا بالغلط، بيعرفوا الروس انه الموجودين هون اما ازرع ايرانيه مباشره او لا ازرع ايرانيه، فبالتالي باعتقاده بشار الاسد انه انا بلعب على الروسي وبلعب على الايراني وبرجع انا بسيطر على سوريا وطالعهم كلياتهم. طبعا هذا اضغاث احلام، يعني ما يعني راحت سوريا وهو عم يفكر هيك انه بقدر استرجع سيطرتي على سوريا. اذا نقلنا الواقع الحالي، وانا طبعا بعدني عم بحكي بمرحله ما قبل يعني 2011 2015، اضافه طبعا للاعبين الاخرين اليوم الروسي والتركي وحتى الامريكي اللي موجودين بسوريا، اذا تحدثنا عن الشان الايراني والشق الايراني باعتبارهم انه كانوا اول داخلين على الخط السوري بهذيك الفتره،
هل اليوم ممكن ننقل هذا الواقع لما كان في لبنان بيوم من الأيام؟ يعني بيوم من الأيام كان النظام السوري بلبنان وحاكم لبنان كان ضابط سوري أو ضابط للنظام السوري. اليوم هل هناك ضابط إيراني يحكم سوريا وبشار الأسد لا دراية له بما يحدث؟ في مناطق من سوريا تحكم من قبل ضباط إيرانيين ولا بشار الأسد لا له دراية ولا بده يعرف. يعني في مناطق بالصحراء، في منطقة القصير وما بينها بين الحدود اللبنانية السورية تتبع لحزب الله بالكامل، مطار حما بالكامل إيراني، ما يعني القيم عليه هو ضابط إيراني. أهمية يعني هذا أحد المطارات، إذا هو بالكامل إيراني فبالتالي يعني ما يأتي على شو هي يعني ماذا يأتي على هذا المطار؟ الأسلحة تجي الطيارات من إيران على مطار حماة اللي هو مطار صغير، مطار عسكري صغير، بس بيبين أنه والله هو عم يجيبوا طعام وأكل ومعدات للميليشيات الإيرانية الموجودة. الطيارة بتوقف بآخر المطار، معروف للسوريين اللي موجودين بمنطقة حما وين بتوقف حتى الطيارة، وتنقل الأسلحة عبر برادات اللي تستخدم لنقل الخضار والفواكه من آخر المدرج، بتنزل على طريق ترابي ممهد خصوصا لهذا العمل، بتصير على طريق بالصياف وبعدين طريق طرطوس لبنان، بتروح مباشرة على الأوتوستراد. بالنسبة حتى للأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية إذا عندها علم فيها ترصد، بس إذا ما عندها علم شو عم ترصد؟ 200 شاحنة بتمر باليوم، ما فيها ترصد 5 شاحنات خضرة مرة معباية سلاح ومعباية أجزاء من الصواريخ المتطورة وبتوصل لحزب الله سواء بلبنان أو بسوريا، لأنه حزب الله صار موجود بالجنوب السوري بشكل مباشر، وحداته الصواروخية موجودة بشكل مباشر بالجنوب السوري. بالجنوب السوري في وحدات لحزب الله. أهمية مطار حما العسكري، يعني حتى السلاح وقت اللي بيوصل بشار الأسد لا دراية له، بالنتيجة القرار إيراني وتنقل هذه الأسلحة إلى لبنان. عندكم شي معلومات مين يحكم هذا المطار؟ مين مطار شو اسم الضابط؟ باعتبار أنه نحن بلبنان بكل فترة من فترات كان الضابط هو معلوم للجميع. أنتم يعني متعودين رستم غزالي وغازي كنعان وجامع من يحكم مطار حما هو العميد علي حق، له اسم سري محمد بين، هو صاحب القرار بالمنطقة بالكامل، المنطقة مطار حما وصولا إلى إيران الجنسية. إيراني عميد إيراني طبعا. إيران الجنسية. هذا الجسر البري الذي أرادته إيران إلى لبنان عبر سوريا، قلنا نحن لا يمر بتاتا بموافقة النظام، لا يعلم النظام بهذه بموافقته على كل شحنة. لا ما خذوا كل المطار افعلوا به ما تريدون. هل هو جزء من انعدام ثقة أو أنه الأمور سايبة للإيرانيين؟ يعني المعلومة الاستخباراتية إذا هو أخطر النظام بهذا ممكن توصل المعلومة الاستخباراتية للإسرائيلي ويقصف هذه شحنات الأسلحة، هل هو انعدام ثقة ولا هو لا خلص أنا سلمتني؟ بالنسبة للإيراني انعدام ثقة، لا يثقون ببشار الأسد أبداً. والدليل مثلا راح أعطيك دليل يمكن ما بعرف إذا طلع للإعلام قبل، غير موضوع عماد مغنية ومحمد سليمان طبعا راح نرجع له طبعا، بعد اغتيال قاسم سليماني، تعرف قاسم سليماني تم اغتياله ببغداد بس بعد مغادرته مطار دمشق. صحيح. أنا من هون كان سؤالي. صحيح. من أعطى المعلومة هن من مطار دمشق. هلأ غير المخابرات الجوية وغير الأمن العام الموجود بسوريا، الحرس الثوري الإيراني مباشرة عنده مكاتب كبيرة بمطار دمشق ويطلع على كل شاردة واردة، كل شخص جاي أو رايح، كل معلومة عم تطلع الحرس الثوري الإيراني له مكتب، ومكتب كبير مو مكتب صغير، يماثل المخابرات الجوية الموجودة بمطار دمشق من بعد مقتل سليماني. يعني هذا النفوذ يلي خلينا نقول الحرس الثوري الإيراني بمطار دمشق أكبر من النفوذ يلي كان للجيش السوري أو للمخابرات السورية بمطار بيروت. للحديث عن هذا الموضوع ننتقل إلى نقطة عماد مغنية تحديدا للحديث عن الثقة. يعني عماد مغنية اغتيل بفترة قبل الثورة السورية طبعا، يعني بهذه المرحلة، وطبعا معروف بال 2008. صحيح، بال 2008. معلوم أنه النظام السوري يعني ما بيقطع طير مثل ما كانوا يقولوا من دون ما يكونوا على دراية فيه، فبدمشق بهذه الفترة أنه يغتال عماد مغنية، هل النظام السوري يد بهذا الموضوع؟ طبعا محمد سليمان، العقيد محمد سليمان كان مدير المكتب العسكري لبشار، وهو كان ضابط الارتباط مع حزب الله بالكامل، وبشار يثق فيه ثقة عمياء، يعني بيشيل ضباط بيحط ضباط. محمد سليمان كان رقم صعب بالجيش السوري لأنه مدير المكتب العسكري لبشار ويحصل على ثقة يعني بشار الأسد مرتبط بقتل عماد مغنية؟ ما بعرف،
بالتالي محمد سليمان ياخذ قرار محمد من دون سليمان علم بشار الاسد كمان ما بنعرف، بس محمد سليمان كان هو خلينا نقول فاتح علاقات مع الامريكان ومع الاسرائيليين، سواء بقصف الكبر او باغتيال عماد مغنيه او بقصص غيرهم، معلومات مركز البحوث وكل هالقصص هي، لانه في كثير معلومات تسربت من مركز البحوث للامريكان وللاسرائيليين ولغير دول كمان عبر محمد سليمان. هلا بعد اغتيال عماد مغنيه حسن نصر الله اجاهم معلومات نتيجه عندهم اجهزه الترصد تبعهم واجهزتهم الاستخباراتيه، والايرانيين ساعدوهم انه صاحب المسؤول عن العمليه هو العقيد محمد سليمان. وكل مقابلات حسن نصر الله مع بشار تتم عبر محمد سليمان، وعماد مغنيه وقت بده يجي على سوريا بشوف آصف شوكات او السفير الايراني او محمد سليمان. فبالتالي حسن نصر الله بده يطلب موعد لحاله. شوف محمد سليمان، نسق مع محمد، شوف محمد، نسق مع محمد، ما بده. فبقي بعدين بشار انه ليش ما عم يجي حسن نصر الله؟ بالعاده كل شهر او شهرين بيجي، مو كل اسبوع، بس كل شهر شهرين له زياره لدمشق. شو القصه؟ القصه فمحمد ناصيف ابو وائل اللي هو كان عراب الحركه الشيعيه بلبنان وبالعراق طبعا، قال له السيد بده يجي يشوفك لحالك، ومحمد سليمان مسكر الطريق. قال له ليش؟ قال له في مشكله بيحطك بالصوره. كيف كان يجي حسن نصر الله من بيروت على دمشق؟ سيارة. بسيارة. موكب من 4-5 سيارات. يكون واضح انه فيه لا في حدا مهم، بس ما انه واضح انه حسن نصر الله. بيطلع من الباركينج من الضاحيه، ما بتعرف مين طلع، وبعدين بتنضم سياره سيارتين، وما حدا بيعرف انه والله وصل، لانه بيروح مباشره على السفاره الايرانيه عبر الباركينج، ومن هنيك بيتحرك بغير سيارات. امتى اخر مره بحسب معلوماتكم التقى حسن نصر الله بشار الاسد؟ ما بعرف، وقت كنت بسوريا بالشهر 8 أو 9 2011 اجى حسن نصر الله على سوريا، كان يجي كل شهرين او ثلاثة. بس انا بعدها ما بتابع حركات حسن نصر الله. بيجي دائما، مو بعده بيجي لهلا، بعده بيطلع على سوريا؟ بيطلع على سوريا، بيطلع على سوريا وبيقابل بشار الاسد، ما بيروح على لبنان يقابله، بيجي على سوريا بيقابل بشار الاسد، وبيجي بيقابل الايرانيين احيانا بسوريا، بيكون في لقاءات مهمة جايين من العراق ومن ايران ومع سوريا، وبتصير لقاءات مهمة اما بالسيدة زينب بأماكنهم السرية اللي فيها تحت الأرض قاعات اجتماع، أو بالسفارة الإيرانية اللي هي طبعا مبنيين ولهم أبو كبير كمان. فبالتالي حسن نصر الله شافه بشار لحاله وأعطاه ملف كامل نشرف أقرأ، هي ما توصلنا له حول مسؤولية محمد سليمان عن اغتيال عماد مغنية، إما بتتصرف معه أنت أو تركنا نحن نتصرف. فبشار قال لهم عندكم مطلق الحرية تصرفوا. يمكن هون مشان ينزع عن حاله أي شك من قبلهم بأنه والله هو وراء القصة، لأنه يمكن ما يكون وراء القصة ويمكن يكون هو وراء القصة، ما بعرف أنا بصراحة. فتم تصفية محمد سليمان من قبل حزب الله بطرطوس بالشاليه تبعه عبر قناص. طبعا طلع إشاعات أنه إسرائيل، وطلع الأمن السوري فتح تحقيق بالسعلاك، يعني لجنة التحقيق مثل خلية الأزمة كمان، لجنة التحقيق لم تجتمع، وكمان وقت اغتيال محمد سليمان لم تجتمع لجنة التحقيق، والأمن تعامل مع بيته وموجودات بيته بعنف، صادروا كثير أموال وكمبيوترات وقصص من بيته، يعني كان الأمن السوري عم يتعامل بشكل مريب مع محمد سليمان بعد ما تم تصفيته. اليوم إيران بالداخل السوري، هل برأيك تحدثت عن ما يعتقد كما أسميته طبعا خبث بشار بالتعامل مع الروسي والإيراني، أنه بأي وقت ممكن أنه يزيحهم ويرجع هو يستلم بعد ما يخلص المهام تبعهم، ولكن هل تعتقد اليوم أنه الإيراني يبحث عن دور أكبر؟ يعني منشوف سياسة تشييع منتشرة، يعني تحويل المذهب الشيعي منتشرة بسوريا إلى حد كبير، شراء أراضي، مصادرة أراضي، يعني اليوم هذا التحول الذي شهدته سوريا كان من جهة الإيرانيين طبعا ومن جهة الروس، هل من الصعب استعادة سوريا برأيك؟ الإيراني دوره الاجتماعي كثير صار كبير، من الصعب لا ما في شيء صعب طبعا، بس ما في شيء مستحيل. استعادة سوريا لشعبها ممكنة، ممكنة وخطة ومنهج لتشتغل بتغيير المزاج العام على الإيراني. انت بدك تشوف تراقم شنك، يلي بيهمه سوريا بيراقب اللي عم يحصل على الارض، بيراقب وبيتم عم يغير الداتا وبيغير. مشان هيك احيانا بيتهموني انه والله بتدخل كثير بقصص الامن، لانه انا حدا بتهمني سوريا، فبالتالي لازم تم اعرف شو اللي عم يصير بسوريا، سواء ايرانيا، روسيا، امريكيا، تركيا، حزب الله غيره، لا انا بعرف شو اللي عم يصير على الارض. فانت وقت بدك ترجع تسترجع سوريا، وقت اللي بنتمكن كسوريين من تملك القدره ولو البسيطه على هذا الشيء، بنبدا باسترجاع سوريا عبر
تغيير المزاج العام اجتماعيا وتغيير المزاج العام اقتصاديا وسياسيا. إيراني متغلغل اقتصاديا، متغلغل تعليميا، صار عنده 5 جامعات، متغلغل كثير. قصة التشيع ما هي هلأ الخطرة؟ تملك الأراضي وفتح المدارس وفتح دورات التدريب والجيل الصغير، مو الجيل الشاب، لا الجيل الصغير، يعني الإيرانيين هلأ عم ياخذوا دورات تدريب لأولاد عمرهم 10 سنين. طيب هذا لو أهله ما تشيعوا، هو خلص انزرعت بعقله وعم يغازلوا شغلتين. يعني الإيراني عم يشتغل بخبس بسوريا، وهي لازم الدول العربية هي تنتبه لها، لأنه القادم قادم إلى المنطقة كلها إيرانيا. الإيراني عم يشتغل على شغلتين، أنه بالنسبة لأولاد عمره 10 سنين أو 12 سنة أو 13 سنة عم يغذيه بالمذهب الشيعي، بالمظلومية والمظلومية، وعم يغذيه بانتصارات على الأرض. وبالنهاية كل إنسان خاصة ببداية فتوته يجنح ليكون من الطرف المنتصر، خاصة وقت يشوف أنه الطرف الخاسر ما بيشكله أي شيء. فهي الخطورة الإيرانية، أنه يطلع عندك جيل صغير بسوريا ولبنان والعراق ويمكن بغيرهم بعد فترة، الأولاد اللي عمرهم 10 سنين و 12 سنة هلأ تبلشت الثورة، اللي عمره 10 سنين هلأ عمره 20 سنة. طيب هذا الشيء بشار الأسد من هذا الموضوع، يعني بشار الأسد علوي وكما نعرف، يعني بشار الأسد أسدي، أنا بعرف عن العقيدة العلوية أكثر ما بيعرف بشار الأسد بكثير. العلويين كما هو معلوم يعني المذهب الشيعي والعلويين في زكزكات بيكفروا الشيعة، بيكفروا العلويين طبعا، ما بيحبون، والعلويين ما بيحبون الشيعة. اليوم سياسة الشيعة خاصة الشيعة الإيرانية اللي هي الشيعة الفارسية، يعني تماما، يعني اليوم الطائفة العلوية بسوريا كيف تتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا أنه من فتح الباب للإيرانيين للدخول إلى سوريا هيك بالبارد المستريح مثل ما يقال يعني باللغة العامية كان بشار الأسد المنتمي إلى العلويين، مع كل الصراع اللي بين العقلية بين ولاية الفقيه والعلويين بسوريا. اليوم ما في ولا أي إشكال بين، هلا للأسف إذا بدنا ندخل بعمق العقيدة العلوية، شعب أو جزء مهم من سوريا بشكل 10% أو 12% من سوريا، ولكنه شعب مزعور، ومزعور عبر التاريخ، مو مزعور هلا. يعني حافظ أسد ريحه شوي وخفف الزعر عنه، بس الزعر الموجود عند الآباء رجع فورا للأبناء وقت بلشت الثورة السورية. فنتيجة الزعر بشار الأسد حطهم بخيار، إما بدهم يقتلوكم أو خلوا الإيرانيين يساعدونا، أو أنتوا كمان تشارسوا، وهذا اللي صار. فتشارسوا والإيرانيين ورضيوا بمساعدة الإيرانيين وتغاضوا عن تكفير الإيرانيين لهم. خلينا نقول لتشتغل مضبوط على سوريا الواحدة الموحدة الحقيقية مستقبلا، يجب الاعتماد على العلويين بشكل أساسي، والاعتماد على السوريين يلي بيفهموا صح أنه الإيراني ليس لديه مشروع ديني، عنده مشروع سلطوي للسيطرة على المنطقة كلياتها. الدين هو لبوس ليس إلا، فبالتالي شماعة عم ياخذ يعني خليني اشبه لك اياها، بدي استرجع التاريخ، وفي ناس كثير حابة تبقى بالتاريخ، هو بدي يسترجع لهم انتصارات التاريخ، انه ليكني انا عم بسترجعها هلا، انا بدي ارجع انتصر. انا الرئيس خاتمي قابلته بعد ما ترك الرئاسة طبعا بال2006، واللي هو من الحمائم الرئيس خاتمي، شرح لي بأنه إيران هي الدولة التي ستصبح القطب الثاني مع أمريكا عالميا، الصين دولة عجوز، أوروبا انتهت، الاتحاد السوفيتي غير كفو، إيران محيطة بعد سيطر على محيطها، عند الثروة وعند الناس وعند المساحة، فهي التي ستكون الدولة القطب الثاني بعد 20 سنة. خاتمي يلي هو من الحمائم، دائما يعني بدنا نناقش نحن انه الحمائم هيك بيفكروا، فتخيل الصقور عندهم هي السوبيريوريتي تبع الموجوده، وعم يسترجعوا كثير. يعني انتبه، في كثير من السنه بيعتبروا انه والله لا لحظه، هدول هي الانتصارات، هدول آل البيت، فبالتالي بلش يغازلوا هذا العقل اللي السنه اللي بدهم يريدوا يعيشوا بالماضي. ختام الجزء الاول، مشاهدينا انتظرونا في جزء ثاني نتحدث فيه عن بشار الأسد ودوره في النظام، عن صعود دور أسماء الأسد، عن صراع مع رامي مخلوف، وأيضا سوريا إلى أين، في الجزء الثاني.